يا الله الله يا أحمد قلب الأفاق هنا لا الله الله يا أحمد أنت يا حبيب الله عاصرت لها لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو 63,800 درهم، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف البيت. ثانيا، أن على جميع ما توفرت فيه الشروط قرعة 2019 وشرط السن والتلقيح أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك في المدة الآتية ما بين صباح يوم الاثنين 30 من شهر ماي وعشية يوم الجمعة 3 من شهر يونيو، ومدة الإيداع ومكانه يسريان على المؤطرين بالوزارة والمؤطرين بوكالات الأسفار. ثالثا، يتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة التلقيح الخاص بكوفيد 19 جرعة واحدة من صنف جونسون أند جونسون أو جرعتان من أحد الأصناف الأخرى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على منهج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم مثل الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أعزائي الأفاضل، نعود بحضراتكم إلى حصة أخرى من الذكر الحكيم، وتشتمل هذه الحصة على ما تيسر من سورة القصص. التلاوة لفضيلة القارئ طه الفشني رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسعى بأهله آنس من
فهد الفريدي.